السلام عليكم. هذا أول باركينج آيطاج، يعني ماركن للسيارات، فيه طوابق يقع في الجزائر، وتم افتتاحه في ولاية ميلا بمدينة ميلا إذن، ويتكون من 7 طوابق ما شاء الله. وهذا الماركن هذا يقع في وسط المدينة، حيث أنه ينقص من ضغط نتاع يعني النقص نتاع الفضاءات نتاع الستاسيونمون نتاع السيارات، وكذلك يمد يوفر عدة خدمات، منها يعني كراء أماكن لركن السيارة بالشهر، بسمانة بالشهر ولا باليوم، وكذلك فيه فضاءات نتاع محلات تجارية ومطعم في الآخر، في الطابق الأخير فيه مطعم رائع راه قيد الإنشاء، مازال ما انتهاش الأشغال به، وكذلك فيه كاميرات مراقبة ويعني تطلع سيكوريتي أونتي فول ضد السرقات، وكذلك فيه مصعد للسيارات شيء جميل جدا. سوف نشاهد كل هذا في هذا الفيديو، أترككم مشاهدة هذا الفيديو، ونتمنى أن هذه المبادرة نتاع مستثمرين خواص في هذا الميدان نتاع لي باركينغ شيء جميل جدا وشيء مهم جدا وشيء ضروري، خاصة في المدن الكبيرة التي تكتظ بسيارات ولا نجد أماكن يعني تاع مراكن للسيارات تاع الطوابق اللي ما تستغلش مساحة في الأرضية كبيرة. إذا إن شاء الله حنشوف مثل هذه المشاريع في مدن أخرى، والسلام عليكم.